His Excellency President Vladimir Putin. يا صاحب الرئاسة الرئيس بوتين، يا أصحاب الرئاسة للدول الإفريقية، فالشعب الأوغندي يقرئ لكم السلام وأفضل التمنيات. فعندي إمكانية ممتازة للمشاركة في مختلف الفعاليات على مدى السنوات الستين الأخيرة في سبيل الإدراك لصعوباتنا التي نواجهها. يجب القول بأنه قبل سنة 1900 كانت إفريقيا مستعمرة طويلة تماما ما عدا إثيوبيا، فهذا الاستعمار قد ختم مدة 500 سنة لتجارة البشر. فقد تعرضت آسيا والهند والإند والصين والبورما والفلبين وملاشيا للاستعمار أيضا وما إلى ذلك. هذا فإبادة وإخداع الشعوب الأصيلة الأمريكية أيضا تجد نفسها في هذا الإطار. فمثل هذا الاستعمار وتجارة البشر وغيرها من الجرائم جعلت الشعوب المستعمرة بأن تباشر بالكفاح في سبيل التحرر، وقد ابتدأ ذلك في أمريكا وفي البادمة، فإنها كانت الخطوة الأولى لحركتنا التحررية. ففي سنة 1912 قد أقيم المؤتمر الوطني لجنوب أفريقيا، فإنه كان لم يكن على ما كان عليه في السابق، فكل من أوغندا وتنزانيا وزيمبابوي وهؤلاء أبناء هذه البلاد الذين تزعموا هذه الحركة. فالاتحاد السوفيتي صار شيوعيا في سنة 1919، وفي سنة 1949 صارت الصين شيوعية. فهؤلاء الشيوعيين عرضوا بشدة منظومة الاستعمارية الإمبريالية، في الختام قد جعل الإمبرياليون يتكافحون فيما بينهم، مما أدى إلى نصوب الحربين العالميين الأولى والثانية، فإنهم كانوا يسعون إلى الهيمنة في العالم. فأثناء تلك حروف أضعفوا أنفسهم، فبسبب ذلك فكل من الهند وباكستان وإندونيسيا قد حصلوا على الاستقلال. ففي كل من فيتنام وكينيا والجزائر وموزمبيق وأنغولا وغيني بيساو وزيمبابوي وناميبيا وجنوب أفريقيا قد فشلوا وانهزموا. ففي البلدان الإمبريالية المستعمرة كان لنا خلفاء، وولف بالمر وغيرهم كانوا معنا في الخندق نفسه، فكانوا يعارضون هذه المنظومة الكاسخة. فهذه هي العوامل التي أدت إلى الانتصار على الاستعمار وأعيدت سيادتنا. فالحركة المضادة للاستعمار في بلاد الشرق والنهضة الشيوعية في كل من الاتحاد السوفيتي والصين وكوريا وكوبا، فالحربين العالمتين هذا الذي قد ساعدنا على الاستقلال. فإذا كان آنذاك
آباؤنا بمثابة لحم المدفع في تلك الحروف، إنهم كلا يحاربون كلا من الألمان واليابان والفرنسيس وغيرهم. أيضا الحركة الإفريقية والتحررية قد نالت التأييد من قبل العضلاء في الدول الإمبريالية من أمثال أولوف بالما وغيرهم من حلفائنا، لذا فإننا مسرورون بأن نجد أنفسنا هنا بروسيا وأن نعبر عن امتناننا للاتحاد السوفيتي وغيره من الدول الاشتراكية لما قد قدموا لنا من المعونة، إنما فكان يترتب علينا بأن نفترق مع الدول المستعمرة السابقة. فحتى الآن نواجه تراث عهد الاستعمار، فقد أحرزنا كوكبة من النجاح، إنما فلا يزال هناك شوط كبير إلى جدا. الحقيقة يجب القول أن المنتوج الإجمالي الإفريقي يقل عن ما تنتجه كل من الولايات المتحدة واليابان وألمانيا، فمن مثل هذه الحالة قد سببتها التخلفات في الاقتصاد. فإننا شخصناها، فمع إخواننا الأفارقة فإننا نسعى إلى إيجاد حلول. ذلك فخير دليل على ذلك الوضع الخاص بالقهوة، فيشمل على 400 مليار دولار أمريكي، فهذا هو حجم سوق القهوة في العالم. إنما في الدول المنتجة للقهوة في أفريقيا وكولومبيا وفي برازيل إنما تحل فقط 25 من المليارات في هذه السوق، يعني 460 مليارا بالإجمال، إنما فالمنتجون يحصلون فقط على 25 مليارا. إنما فإفريقيا فتخصها فقط مليارين ونصف مليار من الدولارات، إنما قسطها فقط هذا المبلغ الضئيل. وأما أوغندا ف800 مليون دولار، لأننا ننتج 280 كيسا سنويا. أما ألمانيا التي لا تنتج القهوة فإنها تكسب 6 فاصل، يعني أكثر من جميع الدول الإفريقية. فنحن ناقشنا هذه القضية مع الزملاء الأفارقة، فأشاهد هنا شابا عسكريا، فإنه شكل معاصر للعبودية، فلماذا يحدث هكذا؟ فإفريقيا قد وقعت في مأزق، فإننا ننتج الخامات الزراعية والمعدنية، إنما لا نماثل الصناعة، فكيلو القهوة الخام يساوي دولارين ونصف، أما القهوة المقلي فيساوي 40 دولارا، فيحقق ذلك خارج إفريقيا، لذا فهذه القيمة الإضافية تنتج خارجنا. فهناك مشاكل أخرى إنما لا نذكرها، أقترح لحلفائنا من أمثال روسيا والصين والهند بأن
يقدم لنا المعونة وأن يشتروا المنتجات الجاهزة وليس الخامات، مثلا القهوة المحضرة والنسيج والصلب بدلا من خامات الحديد. فعندنا توجد عندنا كلمة افطاري يعني خام الحديد، وأيضا البطاريات الكهربائية بدلا من ليتيوس. فبعض المشاكل التي نتجاوزها في أفريقيا وذلك التحرك الحر للبضائع والخدمات في إطار المنطقة الحرة الإفريقية، فمسألة الغذاء تتمثل بالنسبة لنا أنه مثلا لا توجد عندنا مشاكل بالنسبة للغذاء، فإننا مصدرين لها يعني الذرة واللبن والموز والفواكه والشق والسمك والكساوة والقهوة والشاي والكاكاو والفانيليا، إنما تنتج في بلادنا على نطاق واسع. فيمكن القول إنه عندنا إمكانيات كثيرة من غير الري، ففلاحون أو مزارعون لا ينتجون كثيرا من الموز، إنما بفضل الري ضاعفنا هذا المؤشر. فهناك كميات كبيرة من المأكولات التي ننتجها من أمثال اللحوم الخالية من الكوليسترين والموز والزبادي والأسماك المفيدة بالنسبة لعلاج بعض الأمراض والأنواع الأخرى من الأغذية وما إلى ذلك. فعندنا مشكلة السوق أيضا، فالدول الأفريقية بعضها تنتج الكميات الكبيرة من الأغذية إنما لا تستطيع أن تصدرها. فبإمكاننا أن ننتج القيمة الإضافية في أفريقيا أنفسنا، والذي سيولد الوظائف الجديدة من أجل الشباب الأفريقي العادل الذي يحاول أن يصل إلى أوروبا. وهكذا بإمكاننا أن ننتج الكهرباء والذي سيؤدي إلى تصحيح الاقتصاد داخل بلادنا. فنعكف على إقامة منطقة الاقتصاد الحرة والتي قد تشمل أكثر من 1.5 مليار نسمة، فقريبا ستصل أهالينا إلى أكثر من 2 مليون نسمة. وحاليا فإفريقيا لها نقص في السكان، فبالرغم من أنه قد نشأ الهومو سابينس في إفريقيا، فحاليا بفضل الطب المعاصر فلأول مرة في تاريخ البشرية فإفريقيا قد تضرب الأرقام القياسية من حيث عدد السكان. فلا نقبل أي حروب سياسية أو إيديولوجية، فعلى مدى التاريخ البشري كنا نشاهد مختلف الشعوب الحروب العقائدية في أوروبا، فإنهم كانوا يفصلون بين المؤمنين وغير المؤمنين وبين الكاثوليك والبروتستانت. فإلى ماذا قد أدى ذلك؟ فإنهم قد خسروا. ماذا حصل
الإمبراطورية النمساوية وأحلافهم المقدسة التي حاولت نشر مبادئ الإقطاعية والكاثوليكية. انظروا إلى الثورة الفرنسية وهي الثورة البرجوازية، فأما الأسترو النمسا الماجر فإنها كانت مع مبادئ الإقطاعية، فهذه الشعوب الحروب والثورات كانت رأسمالية يعني غير عادلة، فنتيجة النضالات ضد الاستعمار فإننا كنا نناهض ذلك، فإننا نسعى إلى القدم. شكرا. التجارة بالعبيد تصنف بأنها جريمة، الكل يوافق على ذلك وكانوا متوافقين على ذلك عندما كان يجري النضال من أجل الاستقلال. الشيء الثاني هو تسلم الراية غير كاف، فالحفاظ على سيطرة بعض البلدان على الشؤون المالية والتقنيات والمجال الرقمي وفي مجال الغذاء، كل هذا أمر غير مقبول ولابد للتصدي لذلك. العديد من الحضور يعرفون أن للاتحاد السوفيتي ولروسيا لم توافق على أنه لابد من الشراء المواد الخام من أفريقيا وإنما أو تزويدها بمواد الخام وإنما تنويع منتجاتها. شكرا جزيلا لكم.